كان بدون حراسة، بابا توندي كان بدون حراسة، وبالتالي يسجل الهدف الأول. بابا توندي كان وحيد، كان سوء تغطية دفاعية فادحة، والهدف الأول بواسطة اللاعب بابا توندي بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي. إذن مشاهدينا الكرام سنتابع مرة أخرى هذه المحاولة الآن في وسط الميدان في اتجاه إبراهيم النقاش. إبراهيم النقاش حاول أن يغير اتجاه في اتجاه نصير، ولكن كانت أقرب للاعب فريق أولمبيك خريبكا أشرف داري، يخرج كرة الآن المباراة تتحرك. هدف مبكر مع بداية هذه المباراة لصالح فريق الوداد البيضاوي، غادي يخلي المباراة أنها تدخل في نسق آخر. الآن فريق أولمبيك خريبكا سيبحث عن التعديل، وبالتالي سعد القرو الآن دائما محاولات لفريق أولمبيك خريبكا الذي أكيد بأنه غادي يقوم بردة الفعل. إذا ردة الفعل الآن ستكون من جانب فريق أولمبيك خريبكا. نادي زايا، نادي زايا في وسط الميدان عند اللاعب حمزة قلعي. حمزة قلعي محاصر باللاعب حمزة أسرير، وبالتالي وأكيد بأنه تأثير الهدف بدأ واضحا. بدر قادرين ولي غادي ينفد الان ضربة خطأ. بدر قادرين ضربة خطأ تكون خطيرة جدا، والهدف ثاني. هدف ثاني جميل جدا، إصابة جميلة للاعب بدر قادرين الذي استعد بقوة وبتركيز لهذه المحاولة والهدف الثاني. هدف ثاني، فريق الوداد يضرب بقوة من أصل 13 دقيقة أو 12 دقيقة ونصف، هدفين، وبالتالي نتيجة لم تكن متوقعة. بدر قادرين يمكن نقول بأنه الوداد من أصل محاولتين، لأن الحائط ما تشكلش بشكل كبير، كذلك ما كانش هناك تركيز الحارس. وبدر قادرين يسجل هدف من هذه النتيجة، هدفين لصفر، خطيرة جدا، خطيرة جدا، والهدف الثالث. غريبة جدا هذه المباراة، ثلاثة أهداف إسماعيل الحداد، حصة عريضة، ثلاثة أهداف في ربع ساعة. اعتقد بان هذه نتيجه يمكن نقول بانها لم تكن لسنوات هنا بملعب البوصفات. اذا فريق اولمبيك خريبكا فوجئ. خالد صاروخ تمريره كانت خاطئه، استرجاع من الحداد الان من خلال هذه المحاوله ينسل، حتى الحارس ما كانش مركز، ما كيتحملش وحده المسؤولية أمين الرزين، ولكن يمكن نقول حتى الدفاع على مستوى خط وسط الميدان. يعني صراحة فاجأني فريق أولمبيك خريبكا بعد الظهور في هذا الربع ساعة. كما قلت بأنه كانت مجهودات دائما. مشاهدينا الكرام تعود الان ومحاولة المراوغة، ولكن استرجاع من النقاش خط وسط الميدان. أيمن الحسني ولكن بعيدة. في وسط الميدان دائما لصالح فريق زيد الدين دراك، يغير اتجاه الكرة، ولكن هناك الحداد كيتمكن استرجاع هذه المحاولة. إسماعيل الحداد لكن
لم يكن التجاوب السريع ما بين الحداد وكذلك لم يتم التجاوب السريع بين الحداد واللاعب الحسني. إذن الجولة الثانية مشاهدي الكرام، ندخل في الربع الساعة الأخيرة. إذن ندخل في الربع الساعة الأخيرة. وليد الكرتي، بابا توندي، ويسجل الهدف الرابع. بابا توندي يسجل الهدف الرابع. نتيجة قاسية، الهدف الرابع، الهدف الرابع. إذا فريق الوداد يضرب بقوة هنا بمدينة خريبكة، 4-0. إذا نتابع بابا توندي ووليد الكرتي الذي هيأ الكرة، وبابا توندي لم يضيع الفرصة ويسجل.